حالة من التأهب والاستنفار في عدد من العواصم المعنية باستهداف واشنطن لقائد فيلق القدس قاسم سليماني مع قرب الذكرى الأولى لتلك الضربة القاصمة التي وجهتها مسيرات أمريكية لحرس إيران الثوري. تلويح إيران بالرد في الذكرى الأولى ترافق مع دعوات لأذرعها في المنطقة بعدم التصعيد لتفادي ضربة أمريكية وداعية قد يواجهها الرئيس الأمريكي ترامب لبلادهم. ورغم هذا تزداد المخاوف في إسرائيل من ضربات توجهها أذرع إيران وخاصة في العراق أو اليمن رداً على اغتيال سليماني. فإيران التي ترغب في تفادي أي مواجهة عسكرية مباشرة مع الولايات المتحدة قد تلجأ لهجوم على إسرائيل رداً على اغتيال إدارة ترامب لسليماني. على غرار دعمها لحزب الله اللبناني غذت إيران ميليشياتها في العراق واليمن بأسلحة متطورة وعلى رأسها صواريخ وطائرات مسيرة قدمت لميليشيات عراقية وأسلحة مماثلة قدمت لميليشيات الحوثي في اليمن التي حصلت على صواريخ باليستية قد يطال مداها إسرائيل. تصريحات إسرائيلية أشارت إلى أن تحركات طهران في المنطقة باتت تحت أعين تل أبيب وخاصة في اليمن، مما دفع ميليشيات الحوثي الموالية لإيران إلى التهديد برد مباشر على أهداف إسرائيلية في البحر الأحمر ربما تؤدي إلى حرب شاملة. وكانت صحيفة جيروسالم بوست الإسرائيلية أشارت إلى أن غواصة إسرائيلية عبرت قناة السويس في طريقها إلى الخليج العربي في رسالة تهديد لإيران من مغبة سلوكها في المنطقة.